خبراء العربيات بينصحوا ان احنا نوقف الشراء الفترة دي، لكن لو عايز تشتري اشتري على طول وما تستناش. كل يوم الاسعار بتزيد، وزيادات فبراير بدأت بسبع ماركات النهاردة. طب نشتري ايه؟ سيتروين سي اليزي ولا اكسنت ار بي؟ انا آية الوليلي من الاموال بلس، تابعوا باقي الفيديو علشان تعرفوا المواصفات كاملة. اولا السيتروين سي اليزي الفرنسيه، واول حاجه هنتكلم عنها هي مواصفات المحرك. العربيه بتيجي بموتور 1600 سي سي تنفس طبيعي، بيطلع قوه 115 حصان وعزم دوران قدره 150 نيوتن في المتر الواحد. المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات، والعربيه بتقدر تتسارع من 0 ل 100 كيلومتر في الساعه الواحده، وده خلال 10 ثواني، وبتستهلك 7.3 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر. تاني حاجة بقى نتكلم عليها وهي وسائل الأمان ومنظومات السلامة جوه العربية. فيها 6 وسائد وستائر هوائية بأنظمة الفرامل المساعدة التقليدية، منها نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم في ثبات السيارة ESP، ونظام إيموبلايزر ضد السرقة. ثالث حاجة بقى نتكلم عنها هي شكل العربية الخارجي. العربية أوروبية بامتياز، والطابع غالب عليها. العربية بتيجي بجنوط سبور مقاس 16، فيها إضاءات نهارية LED ومرايات كهربائية بالكامل وحساسات ركن خلفية. رابع حاجة بقى نتكلم عنها هي العربية من الداخل. العربية بتتميز إنها واسعة من جوه، والخامات المقبولة موجودة فيها. تجهيزات العربية كويسة جدا، من ضمنها شاشة بتعمل باللمس قياس 7 بوصة، بتدعم التوصيل عبر تطبيقات اندرويد اوتو وابل كار بلاي. فيها كمان بلوتوث ومخرجين AUX و USB. فيها كمان مكيف هواء ومثبت سرعة وطارة مالتي فانكشن. اخر حاجة هنتكلم عنها في السيتروين سي اليزي هي الاسعار. العربية بتتقدم من خلال مجموعة القصراوي، وضمانها 5 سنين او 150 الف كيلومتر، ايهما اقرب يعني. العربية بتتقدم بفئتين، الفئة الأولى فبسعر 489,000، وأما الفئة الثانية فبسعر 529,000 جنيه. تعالوا بقى نروح للهونداي أكسنت ونتكلم عن أول حاجة وهي المحرك. العربية بتيجي بموتور اعتمادي زي عادة الصانع الكوري، والمحرك 1600 سي سي تنفس طبيعي، بيطلع قوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن في المتر، ومتصل المحرك بفتيس أوتوماتيك من 4 سرعات. العربية بتتسارع من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة، وده خلال 11 ثانية، وبتستهلك 6.5 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر. طب نتكلم تاني حاجة وهي وسائل الأمان والسلامة. فيها 2 وسائد هوائية ونظام فرامل مانع للانزلاق ABS، وعجلة قيادة كهربائية ونظام إيموبلايزر ضد السرقة. على عادة الصانع الكوري عربياته بتكون الفقيرة في منظومات الأمان والسلامة. تعالوا بقى نتكلم عن تالت حاجة وهي الشكل الخارجي. العربية شكلها انسيابي وحجمها مناسب جدا، وبتيجي بجنوط ألمونيوم مقاس 16 ومصابيح هالوجين ومصابيح شبورة وفتحة سقف. رابع حاجة هنتكلم عنها وهي العربية من جوه. فيها طارة مالتي فانكشن وقفل مركزي زجاج كهربائي والبلوتوث، وفيها مخرج AUX و USB. العربية فيها مثبت للسرعة ومرايات جانبية كهربائية. أخيرا بقى مع الأسعار، العربية بتتقدم من وكيلها غبور أوتو بضمان 3 سنين و 100 ألف كيلومتر برضو أيهما أقرب، وبتيجي بخمس فئات. الفئة الأولى فبسعر 450 ألف جنيه، الفئة الثانية بسعر 460 ألف جنيه، أما عن الفئة الثالثة فهي بسعر 475 ألف جنيه، وكانت الفئة الرابعة بسعر 489 ألف جنيه. أخيرا بقى مع الفئة الخامسة وهي بسعر 499 ألف جنيه. دي كانت مقارنة في فئة ال 500 ألف جنيه. عرفنا بقى هتشتري أنهي واحدة فيهم.